كل ما يلزم يوم واحد. بهذه العبارة تم افتتاح المنتجع العلاجي قاعة عدن، مساحتها 4600 متر مربع، وفيها الكثير من أحواض السباحة وحمامات الساونا، وعدد لا يحصى من عروض المنتجعات الصحية. 35 معالجة يؤمن للضيوف ما يشعرهم براحة كاملة. سيرا ويت واحدة منهن، ابنة 27 عاما، تعمل منذ 8 سنوات في المنتجع. كنت أرغب دوما في أن أصبح معالجة في منتجع صحي، فأنا أستمتع بتدليل الآخرين ومنحهم شعورا مريحا. سواء تدليك الرأس على الطريقة الهندية أو معالجة الوجه أو تدليك الظهر الكلاسيكي، جميعها أمور تخصصت فيها سارة عبر تدريب مهني. وهي تعالج يومياً نحو 8 أشخاص، ما يتطلب منها المحافظة على لياقتها البدنية. إنه عمل مجهد لكنه يحافظ على اللياقة، فقبل بدء العمل يمكننا القيام بتمارين رياضية هنا. تقع مدينة نيويورك أونتينت الصغيرة على بعد 8 كيلومترات من المنتجع الصحي. كثير من السياح ممن يقضون إجازاتهم هنا وفي إقليم من نوتنغهامشير يدللون أنفسهم بيوم استرخاء في صالة عدن. المبنى الذي كان بيتاً خاصاً تحول قبل 11 عاماً إلى منتجع صحي. كنت بالتأكيد أكثر من 10 مرات هنا منذ افتتاحه، وسأستمر في المجيء دوماً، فالمكان هنا رائع جداً. يقضي المرء هنا يوما بعيدا عن الروتين اليومي، فلا يكون مسؤولا عن أي شيء إطلاقا، وكل ما يفعله هو الاسترخاء التام. موعد سيرا التالي في صالون تجميل. مرحبا، اسمي سارة وسوف أقوم اليوم بتجميلك، تفضلي. ما يناسبك برأيي هو مظهر طبيعي بسيط. يظهر أن بشرتك بحاجة إلى علاج معدني أساسي يمنحها الرطوبة المطلوبة. عامان كاملان قضتهما سارة في دورة التدريب المهني لتصفيف الشعر والتجميل قبل أن تبدأ بالعمل في صالة عدن، وهنا حصلت على تدريب إضافي لعروض المعالجات الصحية الخاصة. يلزمها نصف ساعة تقريبا لوضع المكياج على وجه الزبائن. المكياج جميل وبسيط فعلا. يصل عدد زوار المنتجع الصحي إلى 160 زائرا يوميا، 80% منهم سيدات. هناك بطاقات ليوم كامل يبلغ ثمنها 200 يورو، يمكن من خلالها زيارة جميع الأقسام. أما المعالجات الصحية فتكاليفها إضافية. أجمل ما في عملي هو عندما يستريح الضيف خلال المعالجة ويسترخي بشكل كامل، لدرجة تنهمر الدموع من عيون بعضهم أحياناً، فيحضنونني فجأة، وهذا ما أعتبره مكافأة لي وما يحقق لي ما أطمح إليه من وراء عملي. زبونة سارة التالية تنتظرها في صالون تقليم الأظافر. على المعالجات في المنتجع الصحي إتقان تجميل الأظافر والعناية بها. يحتاج المرء لتدريب كثير ليستطيع طلاء الأظافر بشكل ممتاز، وقد قمت بطلاء أكثر من 1000 ظفر بالتأكيد. أنا راضية، فأنا لا أتقن هذا العمل بمفردي. انتهت المعالجة الشابة من عملها حوالي الساعة 5 بعد الظهر. كان يوما جميلا، حضرت فيه الكثير من الزبونات وتنوعت العلاجات، وأفضلها طلاء الأظافر، فأنا أحب الأظافر المطلية بالأزرق الفاقع، وعندما أعود إلى البيت وألعب مع قطتي سأشعر بالاسترخاء. وهذا ضروري أيضا، فغدا ستمنح سارة شعور الاسترخاء مجددا لزبائنها.